السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تعلن عن فتح أبواب هذه المواطنين أصحاب الجوازات المفقودة والتالفة لتسهيل مشاركتهم في الجولة الثانية من الانتخابات. مركز دراسات يدشن التقرير الوطني للتنمية البشرية بحضور مسؤولين ونخب فكرية وبحثية وإعلامية. جمعية الاجتماعيين البحرينية تنظم ورشة عمل بعنوان حماية الأطفال من الإيذاء في دول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة من منطلق حرص وزارة الداخلية على توفير كافة التسهيلات اللازمة لمشاركة المواطنين في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية 2018 والتي تعقد في الأول من شهر ديسمبر المقبل. تعلن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة عن فتح مكاتب إدارة الجوازات بالمبنى الرئيسي في المنامة يوم السبت الأول من شهر ديسمبر من الساعة 8 صباحا ولغاية 8 مساء، حيث سيتم إصدار بطاقات الانتخابات للمواطنين أصحاب الجوازات المفقودة أو التالفة أو المحفوظة لأي جهة رسمية كانت مع إحضار ما يثبت ذلك. أشاد عدد من الإعلاميين بدول مجلس التعاون بالانتخابات النيابية والبلدية 2018 والتي جرت في مملكة البحرين يوم السبت الماضي وحظيت باهتمام إعلامي محلي وخليجي وعربي وعالمي. وعبر الإعلاميون في استطلاع نشرته صحيفة اليوم السعودية عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في البحرين وجاهزية المركز الإعلامي للانتخابات والتي خرجت على أكمل صورة، إذ بلغ عدد الإعلاميين السعوديين 17 صحفيا يمثلون 18 جهة إعلامية مختلفة بالمملكة، كما شاركت بالتغطية 120 جهة إعلامية خارجية أخرى. دشن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات في احتفال كبير التقرير الوطني للتنمية البشرية. وقد أكد الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز دراسات في كلمة الافتتاح أن المعرفة هي أغلى سلعة في العالم وهي ركيزة أي تقدم وأساس كل نجاح. وأكد رئيس مجلس الأمناء أن خيار مملكة البحرين الثابت والدائم هو الاستثمار في العنصر البشري كأحد الأولويات الوطنية وهي المحرك الرئيس لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، كما شكلت محورا لخطط وبرامج حكومة المملكة في ظل الريادة والعناية بقطاعات التعليم والصحة والخدمات. افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الخامس للصيانة والاعتمادية بمشاركة عدد من المهتمين والمهندسين والمتخصصين والرؤساء التنفيذيين للشركات المتخصصة والمحلية والإقليمية والعالمية. يهدف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الخامس للصيانة والاعتمادية لتبادل المعرفة والخبرات والطموحات العالية في الاختراعات وعرض أحدث التقنيات في هذا المجال الهام، ويشارك فيه أكثر من 800 مشارك من مختلف دول العالم. مملكة البحرين استطاعت قوية المنظمين منظمين هذا المؤتمر أن يجذبوا أكثر من 800 خبير من حول العالم لكي يشاركوا خبراتهم وتجاربهم والتقنيات الموجودة اليوم في منظومة الصيانة الشاملة والاعتمادية الكلية لضمان تشغيل المصانع وتشغيل المنشآت النفطية والغاز والبتروكيماويات باعتمادية كبيرة وضمان الأمن وسلامة هذه المنشآت.
وقد تضمنت فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب 54 ورقة فنية، بالإضافة إلى عدد من الجلسات النقاشية والحوارية العلمية التي شارك فيها نخبة متميزة من المتحدثين العالميين من الشركات النفطية والصناعية الخليجية والعالمية. احنا حريصين كل الحرص في هذا المؤتمر ان نجلب احدث التقنيات، نتبادل الخبرات بين جميع العاملين في هذه الحقول، سواء النفط والغاز او البتروكيماويات او حتى إدارة الأصول والمباني وأي شيء يتعلق في صيانة. وعلى هامش فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب، أقيمت وللمرة الأولى منصة خاصة للمخترعين الجدد لعرض ابتكاراتهم واختراعاتهم في هذا القطاع المتنامي، بالإضافة إلى طرح العديد من المبادرات التي تحتفي بالمتخصصين في هذا القطاع. افتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حمدان ورشة العمل المتخصصة حماية الأطفال من الإيذاء في دول مجلس التعاون الخليجي التي نظمتها جمعية الاجتماعيين البحرينية بالتعاون مع الجمعية الخليجية الاجتماعيين. وتهدف الفعالية إلى مناقشة موضوع إيذاء الأطفال وإبراز المخاطر الناتجة عنه، بالإضافة إلى دور العاملين الميدانيين في الحد من هذا الإيذاء وتحديد المهارات اللازمة توفرها في العاملين الميدانيين في مجال الطفولة والأسرة، وكذلك اكساب المشاركين مهارات تمييز المؤشرات الجسدية والنفسية والسلوكية لكافة أنواع الإيذاء. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. هيئة البحرين للثقافة والأثار تشارك للسنة الثالثة على التوالي في مهرجان هوى البحرين. أصدرت إدارة التعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم تعميما بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للحلقة الثانية من التعليم الأساسي، والتي ستكون في الفترة من يوم الاثنين الموافق 31 من شهر ديسمبر 2018 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر يناير 2019. وبحسب التعميم الذي صدر عن الوزارة، فإن نهاية دوام طلبة الحلقة الأولى للفصل الدراسي الأول 2018-2019 ستكون يوم الأحد الموافق 30 من شهر ديسمبر القادم، فيما ستكون نهاية دوام طلبة الحلقة الثانية من الثلاثاء بل يوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر يناير 2019. شاركت هيئة البحرين للثقافة والأثار للسنة الثالثة على التوالي في مهرجان هوى البحرين من خلال تنظيم 6 ورش عمل يقدمها مجموعة من الفنانين التشكيليين والموسيقيين وغيرهم. وتضمنت ورش العمل مواضيع متنوعة مثل ورشة عمل لفن الأيبرو وورشة عمل موسيقية وورشة عمل الفن الإبداعي وورشة عمل بالألوان المائية، بالإضافة إلى ورشة تشكيل الخيوط وتركيب الفسيفساء. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، دمتم برعاية الله تعالى وإلى اللقاء.